السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هاي بذور الرمان، كليت لي رمانه وجبت البذور وذبيتها من اشاره الخشب. لاحظوا كلها طلعت، كلهن طلعن. شوف هسه اريد اسيطر عليهن، واريد اخليهن بسنادين، ما جاي اقدر اخليهن، جاي اخلي 3 3 4 4 على مود يكفن السنادين اللي عندي ما شاء الله. يعني شوفوا البذور لا تذبونها، بذور تفاح، بذور رمان، بذور برتقال، كلهن طلعن. هاي شوف الحنه، هاي نخل، بذور مال نخل، هذا ليمون، هاي مورينجا، هذاك هذا ليمون. زين، فالبذور لا تذبونها. هسه هذن استوون، اشتريتهن منها، جاي افصل بيهن وجاي اخر يعني من عندهن. وهذا بذور تاكلهن، جيبهن وذبهن بحافظة أو شيء، وخليهن بنشارة خشب، خليهن بتموس، خليهن بكلينيس. زين، فيطلعن يجذرن، وجربوا على مود تكثف الزراعة وتغير بيئتنا وتصير حلوة إن شاء الله. هسا شنو يراد لها؟ ما يراد لهاش. جبت البذور ذبيتهن بنشارة مال خشب، عندي تشيس نفس هذا التشيس، وهسا التشيس طلعته وشوفوا كمية البذور الطالعة. وهسه غيره برتقال ولا لينجي، زين هم ذاب هم طالع. فانتم استفادوا من هاي الشغله، يعني خلال هيك تقريبا ظل الاسبوع، هاي اسبوع هيك يعني كل شيء هو يعني. تصوروا لو هاي تنزرع ويطلع مثلا منها أربعة تطلع، من العشرة خلي العشرة تطلع وحدة، هم كل زين وتدفع. نسانا عندي وحدة كبرت صارت متر ونص، مهم من البذور الحمد لله والشكر. فانتم جربوا ذن البذور، لا تذبونهم، تفاح اي بذور. هسه الافوكادو هم راح تطلع عندي. زين، وزرعوا، كثفوا الزراعه. واي استفسار على الموضوع، على مثلا الزراعه، على شغلات، انا هاوي يعني، مو مثلا مزارع وعندي مثلا شهاده ما الزراعه له، انا هاوي ازرع، احب الزرع. فانتم سئلوني اي شيء يعني تريدونه وما فهمتوا، راس يعني اكتبوا لي بالتعليقات وانا افهمكم ان شاء الله، ما اقصر عليكم. حياكم الله، اهلا وسهلا.